خلوصي أكار وزير الدفاع التركي وخالد العطية وزير الدفاع القطري، الحكام الفعليين لطرابلس المحتلة، وصلوا اليوم في زيارات غير معلنة لبحث عملية إنشاء القواعد العسكرية، مشهد لم يتكرر حتى في غزو العراق. يتقدم أكار ونظيره خالد العطية المشهد السياسي والعسكري الليبي، وكأنهم أتوا لمجرد عملية تفقدية لمحافظة طرابلس التركية، أو إن شئت سميها المحافظة القطرية. ولم نجد لدمس خيرات أي وجود، حتى كبيرهم الذي علمهم أصول لعبة الخيانة فايز السراج لم يسمح له أكار أو العطية له بالحضور. ومن ثم تلا هذه العملية التفقدية اجتماع أكار بالجنود والضباط الأتراك الذين يسيرون العملية القتالية منذ أمد، ولم يكسر حضور الأتراك والقطريين إلا وجود الدمية أسامة الجويلي. وزارة الدفاع التركية ذكرت أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان الجنرال يشار جولر زار طرابلس لمتابعة العمليات بموجب اتفاق التعاون العسكري مع حكومة صخيرات. وذكرت مصادر مطلعة في حكومة صخيرات لوكالة أنباء نوفا الإيطالية أن وزير الدفاع التركي وبحضور نظيره القطري يبحثان مع مسؤولي صخيرات الخطوة التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة عقبة بن نافع جنوبي طرابلس. كما بحثوا سبل تعزيز الدعم العسكري لميليشية صخيرات والتحشيد العسكري غربي سرت الذي يسيطر عليها الجيش الوطني، كما ينتظر أن تعلن تركيا عن بدء العمليات تأهيل وتدريب لعناصر من ميليشية صخيرات والمرتزقة السوريين في الكليات بطرابلس المحتلة. وقدمت تركيا بمساعدة حليفتها قطر دعما عسكريا لميليشية حكومة صخيرات التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ويسيطر عليها الإخوان لمساعدتها في صد تقدمات الجيش الوطني خلال عملية طوفان الكرامة. علي فايدي، ليبيا الحدث.